حين يسود حكم الميليشيا يصبح الموت شأنا يوميا لا يقتصر على أماكن القتال فقط، بل إنه ينتشر ليحصد أرواح الأبرياء في السجون والشوارع. حوادث عديدة ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين والمعتقلين، لم يكن آخرها ما تعرض له ثلاثة من حراسة شركة توتال في منطقة حدة بصنعاء، حين أقدمت عناصر تابعة للميليشيا الانقلابية بقتلهم على خلفية اعتصامهم للمطالبة بدفع الرواتب. وليد الإبي هو الآخر، كان أحد ضحايا سجون الميليشيا في صنعاء، حيث قامت بإعدامه بعد 5 أيام من اختطافه بالقوة من أمام منزله قبل أن يعيدوه إلى أهله جثة هامدة. وفي البيضاء وتحديدا في أغسطس الماضي، أقدمت الميليشيا على قتل 4 من مشايخ قبيلة آل عمر بعد اختطافهم من داخل منازلهم في مديرية ذي ناعم. تتعدد جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها الميليشيا، والتي كانت سببا أيضا في حصد أرواح بشير شحرة وطاه البعداني في إب ومحمد الصباري في الحيمة، إلا أنه على الرغم من تزايدها لم تسعى الميليشيا إلى محاسبة مرتكبيها أو حتى متابعتهم، بل عمدت إلى إخفائهم وحمايتهم، ما يعزز السلوك الحقيقي لثقافة الغاب التي تنتهجها.